هذا وأكد سعادة السيد أحمد العامر عضو مجلس النواب في اتصال هاتفي خلال نشرة سابقة أن ممارسات النظام القطري التعسفية المتهورة في حق البحارة البحرينيين هي انتهاك صريح للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. طبعا احنا في مجلس النواب متابعين في كل التطورات في مملكة البحرين وقطر. طبعا نهج النظام القطري واضح وصريح في انتهاك الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، للأسف مع كثير من الدول ولم يستثنى منها مملكة البحرين الدولة الجارة والتي تربطنا علاقة وثيقة دم ونسب مع الشعب القطري. النظام القطري وما قدم عليه من تهديد الصيادين البحرينيين لا يسعني القول ان اصف هذا النظام انه نظام متهور ويهدف لخلق الفوضى سواء على مستوى الخليج او مستويات دولية، وهذا ديدنا واسلوب القرصنة لن ينفع. مملكة البحرين كانت ولا زالت وستظل واحد ومصدر للسلام والمحبة، هذا اللي نتعلمه من قيادة هذا الوطن على رأسهم سيدي جلالة الملك، واللي تعلمناها أيضا من أبائنا وأجدادنا. وما يشعه النظام القطري من فساد في الأرض والبحر دين سيجني ثماره. طبعا نقدر بامتنان كبير توجيهات سيدي جلالة الملك لتعويض البحارة المتضررين، وأيضا نثمن التفاعل الإيجابي من الحكومة بشكل عام في هذا الخصوص، سواء مع توجيهات سيدي جلالة الملك أو مع الموقف النيابي المعبر عن المطلب الشعبي. ولا شك ندعم ونؤيد الإجراءات الأمنية والقانونية التي تقوم بها وزارة الداخلية حيال التصرفات القطرية توفير بيئة آمنة تضمن سلامة الصيادين وعدم تعرضهم للخطر وممارسة مهنتهم ومهنة أجدادهم بسلام.